مرحبا يا حمزة. أي مرحبا يا جماعة. أي سيدي، اليوم اليوم يا جماعة كيما كل يوم نجيبوا حاجة من مخيلتنا وإلا ذاكرتنا الشعبية المزيانة برشا باش نحكيوا حكاية جديدة. ماك تعرفوا كل يوم ناخذوا حكاية وناخذوا أصل الحكاية ونشوفوا شنية المخيلة متاعنا في الذكرى الشعبية. ساعات كي تلقى زوز ديما مع بعضهم وقرنين الراس على الراس، إيش نسميهم وفي؟ حيو حيو ده وانت تقول حسن وحسين. حسن وحسين صحيت زينة وعزيزة. عزيزة يعطيك صحة، صحيت زينة وعزيزة. باهي نقولوا يسميهم برا سيدي حسن وحسين، ولا يقولوا فردة والقات أختها، ولا فولة وتقسمت على اثنين. الحاصيلو هذوما الأوصاف هذوما الكل عندهم معنى واحد اللي هما يبدأوا قرنين الراس على الراس. باهي واحد يتحي والآخر يزكي. جاش البالكم نهار وتسألتوا زعما شكونهم أحسن وحسين؟ أي أنا سألت معناها ما لقيتش الإجابة. أنا ما يمشي بيلي الحسن والحسين. هي عندها تقريبا شوية. فيها شوية. باهي علاش التونسي ديما يضرب بهم المثل على زوز من الناس كي يبداو متفاهمين برشا، معناها كي يبداو حاطين الراس على الراس كيما قلنا حيا وحيون، ولا احسن وحسين، ولا فرده ولقات اختها. هاي يجي نقول لكم ونحكي لكم احسن وحسين ديما يحضروا في المخيله نتاع التونسي اللي هما زوز من الناس واصحاب وديما يتحركوا مع بعضهم، رايهم ديما كيف كيف. من الاخر هما زوز من الناس توام في كل شيء وما فما حتى حاجه تفرقهم ولا تبعدهم على بعضهم. باش نرجعوا توا لاصل التسميه، نلقاو اللي احسن وحسين يرجع الاسم لاحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قعدوا الناس الكل قرون يسميوا باسمهم كل زوز صغار توام يتبركوا بهم والا لمقامه ذلك الشخصين. اسم احسن وحسين قعدوا الناس يحترموه وكانوا زاد كبارات البلاد يتسميوا به. اي نعم، نجيو تولى الكبارات البلاد، الدولة الحسينية مثلا قبل اللي تسميت على المؤسس نتاعها اللي هو حسين حسين بن علي. ومن بعد جاو برشا بيات اسمهم يا حسن يا حسين، وكانوا البيات يوصلوا ويسميوا قداش من مرة اخوات حسن وحسين. لكن الفكرة على الأساس هذه باش تتبدل كومبليتمون وقت جات مسرحية الماريشال العمار في الستينات. المسرحية هذه يا جماعة ظهرت فيها شخصيات بلتو شخصيتين اللي هما حسن وحسين، كما حب يورينا المؤلف اللي كاتب المسرحية هذه ورانا شخصيتين باش نسمعوهم توا الاكستري لول في ممثلين هذوما زوز. احد الممثلين من هذوما زوز اللي هو الممثل نور الدين القصباوي كان مثل دور احسن، والممثل عمر زويتن كان يمثل ديجا اكثر في التصاور نتاعهم. قلنا نور الدين القصباوي وعمر زويتن كان يمثل في دور حسين احسن وحسين اللي كانوا يمثلوا طبابليه الماريشال عمار اللي كان فيه نقد للبيات، كانوا يمجدوا ويشكروا في افعاله ويتغنوا باشعاره ويمدحوا فيه. ترى نسمعوا الاكستري الثاني. احسن وحسين
كان معدينا برشا جو وراونا اللي شخصيتين هذوما كانوا يوصلوا في ميساج وكانوا معناها يعيشوا معناها عاشوا الحقبة الزمنية اللي في وقت البيات الكل. هالشخصيات اللي ظهروا كأنهم البنادرية اللي ما خلاش منهم قصر من قصر البيات كما قلنا قبيلة، كما كانوا كل شوية يتحفون بحكمة ولا بمثل. الداول لليوم وبقاوا الناس يعاودوا فيه لليوم كيما حسن وحسين وهما قرنين الراس على الراس. عطاونا صورة على زوز أصحاب وإلا زوز أخوات وإلا زوز أحباب متفهمين في كل شيء وما يتخالفوا في حتى شيء. هذه كانت هتش عندك والله يعطيك صحة خاطر رجعنا الميموار كلنا كبرنا عليه حسن وحسين صحيت وقاعدة المخيلة كما قلت أنت شعبية متاع توينسة بيان سور دخلت في التخاليد متاعنا كله معناها في الكلمة متاعنا ومن كثر معناها محبوبية هالمسرحية بالحق اللي الجيل اللي قبلنا معناها اللي هو بياتنا وجدودنا وكل شيء معناها سمعوا وحضروا على المسرحية ذي تعملت مسرحية أخرى للماريشال فيرسيون جديدة كانت فرشت فيها اللي هو الفنان الراحل سفيان الشعري الله عملوا فيرسيون جديدة تقريبا باش يعاودوا معناها السيناريو لكن باش يوصلوا مساج جديد للجيل الجديد باش يوريو اللي الحكاية راهي موجودة نظام القديم وبدلوا. يعطيك صحة حمزة هكا وعلى التفاعل حقيقة نصور حتى برشا من اللي قاعدين يسمعوا فينا رجعناهم هكا الميموار مزيانة برشا برشا بيان سور وعرفنا أصل أحسن وحسين في المخيلة الشعبية للتونسي وكنت هذه هي تشعر عندك.